الجزائر من البلدان كذلك الرائدة في صناعة الأسمدة بمنتوج يفوق 7 ملايين طن في السنة. نحن في وزارة الطاقة والمناجم شريك لوزارة الفلاحة في توفير كل الأسمدة اللازمة لتطوير الفلاحة في بلادنا، وبالتنسيق التام مع وزارة الفلاحة وضعنا برنامج لكي نغطي هذا الطلب لسنة 2022 و2023، وتطوير كذلك الإنتاج تاعنا ليغطي كل الطلبات المستقبلية للمشاريع الضخمة والمشاريع الكبرى في الجزائر للتنمية الفلاحية.